لو الحكاية فيها إن فيتو سيد مستشار محترم منصور هو يبقى رئيس اللجنة والدكتور كمال درويش يكون إن شاء الله مستشار للجنة الأندية. ده من أبرز القرارات. طب بالنسبة للنسب البث بتاعت الأهلي يعني كان في 100% إن هو نسب البث بتاعت الأهلي بتعدل، هل الكلام في الموضوع ده؟ هل موافقين إن نسب البث بتاعت الأهلي تتساوى بالزمالك؟ لا، لم نتطرق لموضوع نسب البث أو أي شيء يخص نسب البث. كابتن طه، هل في اتجاه ان الاسبوع اللي جاي يمنع التلفزيون ذات المباريات نظرا لتاخر الاتحادات؟ هناك اتجاه فعلا للضغط على التلفزيون لانه الانديه ما بتاخدش حقوقها في الحقيقه، ومنظومه الكوره كلها مرتبطه بالفلوس وبلجنه البث وحقوق الرعايه، فلابد انه الانديه تقف واقفه علشان الموضوع يتظبط والانديه تقف قوامها. ممكن نجيب سويرس صرح تصريح ان هو بيطلب خصخصه النادي الاهلي على الرقم. النادي الاهلي منشاه تبع الدوله، تبع وزاره الشباب والرياضه. لا اعتقد ان ممكن خصخصه مال عام، ولكن ممكن عمل شركه، وهو ده الاتجاه الانديه كلها ان شاء الله، والشركه دي تكون هي بتدير الكوره. زي ما انتم عارفين الانديه فيها شق اجتماعي وشق رياضي. الشق الاجتماعي كل الاعضاء النادي هم اللي بيدفعوا ثمن الكارنيهات بتاعتهم، فبالتالي عايزين قصاد اللي بيدفعوه خدمات. الخدمات دي بتتمثل بقى ممكن في حمامات سباحه، في ممكن فكره الخصخصه موجوده بره، يعني مش شايف ان هي ممكن تطبق هنا؟ هو ده الاتجاه العالمي.